النوع ديال التسيب اللي هو موروث على فترة ديال 30 عام ولا 40 عام ربما أكثر، حاولنا نحدو من هذا التسيب بحيث أن الموظف يخصو يقوم بالعمل ديالو، وإلا إلا ما عجبوش الحال يشوف ربما عمل آخر. شيء من طبيعة الحال اللي ما تيروقش بزاف ديال الموظفين، ولكن لله الحمد حاولنا جاهدين أننا نميتريزيو الأمور، ولات الإدارة في مستوى جيد من حيث العطاء والإنتاجية وقضاء المآرب والوثائق ديال المرتفقين. هذا على مستوى ديال الإدارة. على مستوى ديال النظافة، النظافة جينا لقينا كاميو شاحنة واحدة كلها يعني مهدرة، بحيث حتى الوسائل ديال العمل ما كاينينش. لقينا كاميو قديم ما خدامش، حتى الرويد ما عندوش بصراحة، والناس ديال الساكنة ديال تيداس راه عارفة هادشي. قمنا جاهدين حاولنا ناخذوا جوج ديال الشاحنات، شاحنة خدينا على مستوى ديال الإعانة من وزارة الداخلية، وشاحنة أخرى تبرمجات قبل على مستوى ديال الميزانية ديال الجامعة. اضطرينا باش نشريو طبعا الحاويات اللي جمع النفايات من طبيعة الحال على مستوى ديال الجامعة الترابية تيداس. ولله الحمد أن دابا الزائر، وانتم ربما راكم درتوا واحد دورة استطلاعية، غتكونوا شفتوا بأن الجماعة ما نقولش نقية 100%، ولكن المهم راه 90% كاينة ولله الحمد. دونك هذا المشكل ديال النظافة، ميدان النظافة، يعني أعتقد شخصيا بأنه من ضمن الجماعات الأولى اللي في الإقليم اللي هما مهتمين بهاد الميدان هذا. على مستوى الخدمات الاجتماعية الأخرى، إسعاف، كاين سيارات ديال الإسعاف اللي هما تيخدموا ليل نهار ليل نهار بشهادة الجميع، ليل نهار تيخدموا وما تنخليوش حتى شي واحد، كل شيء تيمشي. اللهم إلا كانوا السيارات بجوج خارجين، تيبقى واحد مثلا راه ملي تترجع للأخرى راه تدي توصلو. وغالب الناس الحمد لله مرتاحين لهذه الوضعية. تنجيو الأمور أخرى اللي هي المرافق التجهيزية أو الذي التجهيز، الطرقات. لقينا الطرقات كلها ديتيريوري، كلها يعني ما كاينش شي طريق اللي هي يمكن الإنسان يقول بأنها راها نقدر نعبرها بالسيارة أو لا. قمنا بالوسائل المتاحة ديال الجماعة، حاولنا صوبنا الشطر الأول ديال الطريق اللي مؤدي للسوق الأسبوعي، والشطر الثاني اللي هو غادي للحي لاكار. حاليا نشتغل بكل إمكانياتنا على طريق أخرى رئيسية اللي هي جوار المستشفى وأمام المركز الفلاحي، إضافة للشطر الآخر اللي هو يعني يؤدي إلى الثانويات مولاي رشيد بتيداس. الطرقات هما دابا في طور الإنجاز الحمد لله، يعني في الشوط يعني الأشغال تقريبا واصلة واحد 60 ولا 70% ديال يعني النسبة المئوية ديال الأشغال، وصلت 60 أو 70% كما قلت. إذن هذا الطريق هي تعزيز من طبيعة الحال الشبكة الطرقية في المنطقة. تنجيو للأماكن الترفيه، حاولنا أننا ندير واحد الملعب للأطفال، ما نسيناهمش تاهما الدور ديالهم، ودرنا واحد الفضاء للأطفال تيستأنسوا به، درنا الألعاب ديال. وبالمناسبة أود أن أشكر يعني الناس اللي هما ساهرين على السد ديال تيداس، اللي هما عاونونا بزاف ديال الأمور، من ضمنها هاد الملعب اللي قلنا ديال الأطفال، صورنا كل ما يتعلق بالبيتون،
إضافة لأنهم صوبوا لنا واحد القنطرة اللي في معروفة في جهة المركز الفلاحي، اللي ربما التقويم ديالها كان تيناهز 1,200,000 درهم ولا 200,000 أو 300,000 درهم. دونك في هذه الحالة هذه إضافة لبعض الأمور الأخرى، مثلا كالتسييج وبعض الترميل ديال بعض الطرقات إلى آخره. من جهة وبالنسبة للقطاع ديال النقل المدرسي، عندنا ما نساوش حتى هو عندنا حافلة ديال النقل المدرسي. الجماعة برمجات إن شاء الله الرحمن الرحيم في غضون واحد شهر غادي تكون عندنا عاوتاني واحد لا ليفريزون ديال واحد جوج ديال حافلات ديال النقل باش ندعموا داك هذاك الوسيلة الأولى اللي هي كاينة. إضافة لأننا ترتقبوا إن شاء الله أننا نسلموا ثالثة، يعني شاحنة ثالثة للنقل المدرسي من في إطار التنمية البشرية إن شاء الله الرحمن الرحيم تهي قريبا. ما نساوش كذلك حتى المرفق ديال الإسعاف حتى هو غيتزود بواحد سيارة إسعاف جديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم تهي في غضون شهر 6 إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكونوا توصلنا بها. هاد الشيء كله طبعا كاين امور اخرى اللي هي ما وصلنا لهاش، والامكانيات الماديه ديال الجامعه معروفه، يعني ما كاينش شي موارد اللي هي ضخمه باش يمكن الانسان يدير الملاعب ديال القرب، ما نسيناهاش، حديقه مثلا عموميه ما حتى هي دايرين لها الدراسه ديالها، دايرين واحد الدراسه لواحد الشلال يكون في المدخل ديال التداس، اضافه للتشجير حتى هو خصو يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي كله كاين يعني مرتقب انه يكون. تتبقى الوسيله الوحيده هو ان تنبحثوا على متدخلين اخرين كجهه مثلا باش نتعاونوا معنا في هذا الاطار هذا، او لوزاره الاسكان باش يمكننا نزيدوا حتى على الطرقات الاخرى اللي كنا مازال ما وصلناهمش. هادشي كله تنديروه يعني في اطار يعني تعزيز المرافق ديال الجماعه، اضافه لاننا نغيروا البنيه التحتيه ديال المركز بالخصوص، وعلى مستوى ديال التجهيزات كذلك. كاين هناك واحد المركز سوسيو ثقافي، الجماعه كان عطات الارض، دارت واحد الاتفاقيه مع وزارة الثقافة، والمشروع أعتقد على حسب العلم ديالي أنا راه يعني تعطات صفقة، الدراسات راه داروا، وحنا توصلنا مؤخرا كنا قمنا بواحد زيارة مع يعني لوزارة الثقافة، وحصلنا على ملف ديال يعني الطلب ديال الحصول على رخصة ديال البناء باش يبداو إن شاء الله في الأشهر القريبة. كاين هذا المشكل ديال الكوفيد طبعا تيحبس بزاف ديال الامور، الوقت ما تيساعدش ان مثلا خصك تواصل يوميا تمشي تنتقل باش تشوف هنا وهنا هنا، ولكن كاين التواصل الحمد لله عبر وسائل اخرى اللي هي متاحه. دونك هذا المركز سوسيو ثقافي هو مهم جد مهم، التكلفه ديالو ربما سبق لي انني قلتها قبل، راه التكلفة ديالو على حسب المعطيات اللي عندي تيبلغ تقريبا 10 مليون ديال الدرهم تقريبا بالدراسة بكل شيء. طبعا تموين ديال وزارة الثقافة، والأرض ديال الجامعة فيها فضاء كبير، فيها قاعة ديال المطالعة، فيها مرافق ترفيهية، فيها بزاف ديال الأمور. الملاعب ديال القرب تا هما فكرنا فيهم، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندناش امكانيات باش نديروا، الجماعه ما عندهاش امكانيات باش نديروا ملاعب القرب. حاولنا جاهدين مع المجلس الاقليمي السامع جابش الله، ما الى حد الساعه ما كاين والو. حاولنا في اجتماعات متعدده على مستوى ديال العماله، وقلناها شخصيا الوزير الشبيبه والرياضه، وعطيته وثائق وعطيته ملف على اساس انه يراعي الاولويه للجماعه ديال تداس، لان كانت سباقه في الميدان الرياضي، لان كان فيها ابطال ما نساوهمش على مستوى ديال يعني كاين عدائين، كاين ابطال يعني في كره القدم، كاين لا حاجه لذكر اسمائهم، ومازال ان شاء الله تعطي لو كان مثلا يعني هاد المرافق متوفره ويكونوا يعني يكون طاقم بشري اللي غيقدر يسهل الماموريه ديال التدريب الى اخره.
كاين دار الشباب حتى هي كنا طلبناها، طبعا الاختصاص ديال وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، كنا طلبنا باش يصاوبوا لنا دار الشباب اللي هي في الحقيقة تبقى دابا غير الأطلال اللي كاينة، ما كاينش، كاين بقايا من البناية، ما كاينش بناية كاع بالبرة، والناس في الحقيقة محتاجين لهذا المرفق اللي هو أساسي، وخصوصا إلا بغينا يعني نمتصو يعني الـ يعني الـ يعني الـ القدرات ديال الشباب اللي هما حاليا دابا الله يحسن العوان ما تلقاو ما يديروا، تيمشيو للقهاوي تيمشيو. إذا لابد التفكير في هذه الأمور هذه، وتتبقى الأمور طبعا راجعة لوزارة الشباب والرياضة أنها ما تنساش هذا المركز هذا في هذه المشاريع هذه اللي هي جد مهمة. كاين فكرة هي ديال المسبح، لأن قبل كان المسبح على مستوى ديال المركز، كان في إبان الاستعمار، إلا أنه من داتر كنا طلبنا أنه يتعاود يترمم ويتقاد، مازال ما كاينش حتى شي حاجة حاليا. جامعة الإمكانيات ديالها كما قلت في البداية، العين بصيرة واليد قصيرة، إمكانيات محدودة، والميزانية جد ضعيفة، أن تعيش الجامعة على الإعانة ديال وزارة الداخلية، واللي هي مأثرة من طبيعة الحال دابا بهذه الظروف يعني الصحية يعني ديال الكوفيد اللي مأثرة على كل شيء، حتى لاتيبيا طبعا راه فيها واحد النقص اللي ربما ما غايكونش بحال السنوات الأخرى. يلا غايلبينا الحاجيات ديال الموظفين، السير ديال الخلاص ديال الموظفين إلى آخره. هذا من يعني من المختصر على الامور اللي هي كاينه. تتبقى طبعا تبقى الكلام على الا هضرنا على المركز، ما غنساوش مثلا الدواوير المحيطه بالمركز. الدواوير من طبيعه الحال كاين دوائر الجامعات تحتوي تقريبا على 10 ديال الدواوير فاكثر. هذه الدوائر لله الحمد دابا يعني قمنا يعني بإيصال الشبكة الكهربائية تقريبا 95% من الدور كلهم يعني وصلتهم الشبكة الكهربائية لله الحمد، وتعطات يعني تطلق الضوء، الناس راه تيضوي، وكاين الناس اللي هما في الطريق، ولكن الأكثرية قلت كما قلت 95% ديال الساكنة كلهم الحمد لله عندهم الضوء في ديورهم ووصلهم الضوء بصفة عامة. تيبقى المشكل ديال الماء حتى هو ما نسيناش، كاين الجماعه بالوسائل الخاصه ديالها تتحاول ما امكن عطيه واحد الصفقه يعني باش تمدد لبعض الدواوير قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم الى صلى الله. طبعا تيبقى دابا راكم تعرفوا في الظروف ديال كوفيد لابد من موافقه ديال السلطات الاقليميه على كل ما يصرف على مستوى الجماعه. اذا حنا مرهونين يعني بالموافقه ديال السلطات الاقليميه على هاد الصفقه هذه، على اساس اننا نجزوها ان شاء الله في القريب العاجل. كاين تدخل كذلك ديال المكتب الوطني للماء، حتى هو راه درنا لقاءات كثيره متعدده على مستوى الجهه وعلى مستوى المجلس الاقليمي، وهنا في الجامعه النيت كنا درنا لقاءات ودرنا دي بروبوزيسيون اللي هما تخداو بعين الاعتبار ومبرمجين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدواوير تقريبا كلهم غيتمدوا بالماء الصالح للشرب في غضون يعني السنوات الاتيه ان شاء الله القريبه، يعني من دابا القدام ان شاء الله الماء ما غيبقاش فيه مشكل على مستوى كثير ديال الدواوير، خصوصا التجمعات السكنيه. من طبيعة الحال الناس اللي ماشي في التجمعات السكنية واستعصي الأمر أنهم توصلهم القنوات ديال الماء الصالح للشرب، فتنفكروا عاوتاني في الآبار، وتنفكروا في يعني في حفر الآبار ولي فراج للناس باش يمكن يعني تقوها واحد التغطية شاملة وكاملة للمجموع ديال السكان. دونك هادشي بالخلاصة، هادشي اللي كاين، وحنا تنديروا هادشي خدمة للصالح العام تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصره، وانتم ادعوا معنا الله يسر الأمور، هادشي اللي كاين، وشكرا للجميع. الله يوفق السيد الرئيس، تبارك الله. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.